ازيك يا مواليد برج الميزان؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم السبت 17 ديسمبر كانون الاول 2022. بالنسبه ليك كل فرد بيحبك النهارده، ولكن كل شخص بيحبك بالطريقه اللي بيفضلها وبسبب الحاجات اللي بتبقى عندك. هترقبوا غيره من الاشخاص اللي حواليك بشكل كبير يا ميزان. الوقت النهارده مناسب ليش انك تبقى جد شويه، خاصه لو كنت بتراهن على المكان اللي انت فيه. هتعرف تتغلب على حب كبير بالجدية في اليوم ده، وهتراهن بانك يبقى عندك حب الامتلاك في اليوم هتتجنب من خلاله الغيرة اللي بتبص ليها من منظور مختلف. هيبقى عندك امل اكتر انك تحصل على المكان اللي انت بتتمناها واللي بتريدها. بالنسبة ليك عاطفيا، هيدي لك حبيبك فرصة ذهبية كتير علشان تخرجوا مع بعض في روتين مناسب لعلاقتكم معه في الفترة دي. بالنسبة ليك مهنيا، هتمتلك طاقة حلوة إيجابية هتدي لك القوة والقدرة اللازمة علشان تواجه بيها تحديات كتيرة. هتبتدي تنجز بيها أعمالك المطلوبة منك في الوقت المحدد لي. بالنسبة ليك صحيا، لو حسيت بأي خلل في قلبك وعدم انتظامه، حاول انك تسارع للدكتور علشان يطمنك. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، هيشكل الزئبق خط ثلاثي مع أورانوس، هيشجعنا علشان نبتكر ويكون عندنا رؤية جديدة. الجانب ده هيبقى منفتح جدا في عقلنا، هتدور من خلاله على كل الإجابات اللي بتعتبر أقل وضوح بالنسبة لينا. هنعرف نوصل لكتير من الأماكن اللي بتبقى مثيرة على مستويات عقلنا. هنعبر أكتر عن كل نفسنا بطرق طبيعية ومختلفة وفريدة، بدل ما إننا نرجع للعادات القديمة اللي هنبقى من خلالها بنفكر في إننا نتواصل أكتر، ودي تعتبر ناجحة جدا لينا. ممكن يكون في محادثات استفزازية لطيفة في حد ما هتؤدي لأفكار ووجهات نظر مختلفة وجديدة. الرؤية والأفكار الإبداعية هتجيلنا بشكل مفاجئ وبشكل غير متوقع ورائع جدا. هيقضي القمر يومه في برج الميزان، من خلاله هنلاقي نفسنا في طرق كتيرة نواقب بيها ونوازن بيها ونتواصل بيها. فخلينا مستعدين للتفاصيل الحلوة دي. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه مشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعوكم كليا.